وفي اعتقادي ان الجناة الحقيقيين اللي خططوا ومولوا وجابوا هذه الاسلحة مش موجودين، لكن المحكمة قدامها الاوراق. الاهالي غاضبون، اهالي الشهداء، بسبب احالة اوراق 20 فقط من المتهمين في مذبحة كرداسة، ابشع مذبحة عايشناها خلال السنوات القليلة الماضية. التقت كاميرا العاشرة مساء أهالي شهداء مذبحة كرداسة التي وقعت عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 20 متهما في القضية إلى فضيلة المفتي، معربين عن غضبهم الشديد إزاء الحكم الذي لم يصدر إلا لـ20 متهما فقط، على الرغم من إدانة 156 شخصا في القضية. إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كل من المتهمين الآتي أسماؤهم. أربع سنين قاعدين حزانة، أربع سنين والآخر تقولوا لنا حكم نفر 20 نفر. لا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا من امبارح ما نمتش، قاعدة عارفة إن النهاردة الجلسة، بقيت قاعدة أقول يا رب تطمن قلوبنا. ودي مش طمنتوا قلوبنا، لا ده مش عدل. شفتوا يا شباب يا ضباط، شفتوا حق محمد فاروق؟ انتوا ما جبتوش، ما حدش جاب حق محمد فاروق. 20 نفر في طلع على 13 نفر، وقبل كده كان في 3 عساكر مات، يعني كام؟ 16 نفر قصاد 20 نفر. انا من ساعه ما سمعت الحكم وانا رطبت على وشي انا وابوه، حرام عليكم والله هتتحاسبوا عشان انتوا مش حاسين باللي احنا فيه. انتوا لو عيالكم عيل من عيالكم راح زي زنت الشباب ديت، لو حد إيدي ابني راح مثل هذا الولد كنت عايزة أشوفكم. مش عارفة يا محمد الـ20 دولت قصادك أنت، ولا قصاد هشام شتا، ولا قصاد عميل عبد المقصود، ولا قصاد اللواءات الاتنين محمد جبر ومصطفى الخطيب ومحمد السيد أمين الشرطة وأمين الشرطة التاني والعسكري. مش عارفة يا محمد الـ20 دول عشان مين. قولي يا محمد، قولي، كلمني يا محمد. انا منعت محمد من النزول يوم كرداس. محمد كان قاعد في البيت، ما كانش معاد عمله. محمد قاعد وسمع هشام شتا صاحبه اتصل عليه وقال له يا محمد الاسم محاصر يا محمد. محمد قام لبس وقال لي هنزل يا ماما. قلت له ما تنزلش البلد، انا مولعه التلفزيون وشايفه البلد هايصه يا محمد، ما تنزلش، صمم ينزل. قال لي لا هنزل يا ماما، يعني هنزل يا ماما. وصمم ينزل ونازل، ما محمد ما رجعش. محمد راح كرداسة، لقاها كرداسة كلها ملفوفة بجذوع الشجر العريض، معرفش دخل ازاي عشان شهم وراجل. شفتوا يا زمايل محمد؟ شفتوا يا ضباط؟ خلي بالكم من نفسكم، امهاتكم هتبقى شكلي كده، امهاتكم هتبقى نار جواها كده، امهاتكم مش هتعيش بعديكم. وارجوكم كمان مرة، ويا وسمحت يا استاذ وائل من فضلك لو سمحت حط محمد دوت ابنك، ما تشيلش حاجة من اللي انا قلته، ما تشيلش حاجة من اللي انا قلته، بعد اذن سيادتك ما تشيلش حاجة من اللي انا قلته كمان مرة. انا اللي بقوله على مسؤولياتي، انا اللي بقول قلب ام اتحرق، انا اللي بقول بصوا محمد فاروق ادي اللي بقيلي من محمد فاروق. سلفيين اللي بيقولوا بنفرح لما ظابط يموت، افرحوا يا سلفيين، خلوكم فرحانين بس تركوا في الآخرة.
افرح يا سلفيين يا اللي بتقولوا احنا بنتبسط لما ظابط يموت. الضباط ماتت يا سلفيين والمجرمين عايشين يا سلفيين. وهيجي لهم ويروحوا القس ويروحوا السجن واهاليهم هتروح تزورهم، لكن انا بروح ما بزورش، بزور محمد وما بشوفوش. انا بروح ازور محمد بس ما بشوفش محمد، لكن المجرمين هيبقوا عايشين في السجن واهاليهم هتروح تزورهم. وحاجه يا سلفيين، ان شاء الله اخد حقي منكم، ان شاء الله ناخد حقنا منكم. النهارده كان أمنية حياتي إن أنا زي ما بروح للمدافن في كل حكم بنتظره، كان نفسي حكمي برد ناري. أنا ما أعرفش اللي قتلوه وعذبوه قد إيه. عمر مات من كتر التعذيب، عمر ما خدش رصاصة واحدة، عمر مات من كتر التعذيب على مدار 4 ساعات بيعذبوا فيه. كنت منتظرة إن في حكم ينصف الشهيد عمر عبد المقصود وكل شهداء كرداس اللي ضحوا بحياتهم عشان خطر تراب مصر واللي احنا خدناه ايه. اذا كان قضاء مصر ذات نفسه ما نصفناش، فما فيش غير ان انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الشهيد حقه عند ربنا، لان انا تعبت وزهقت ومليت. انا بقول ان انا مصريه، وعامر شهيد عمر عبد المقصود انسان مصري، ضابط محترم كان بيخدم الناس، دايما كان بيخدم الناس، وعمره ما كان يستاهل ولا عمره ان هو اخل بواجباته ناحيه وظيفته وناحيه ضميره. لكن هقول ايه، ان ما فيش، ان البشر معدومه الضمير. انا كان نفسي ان انا اروح المدافن واقول له حقك رجع، لكن مش عارفة اعمل ايه. القذرة اللي سقيته مية النار وهو صايم وهو بيقولها عايزة اشرب مية، هو ولا كان يعرفه ولا يعرفها. ما اخدتش حب ولاده. انا عندي احمد وعندي علاء، هما كان النهاردة مش مهتمين. لما قلت لهم الصبح وانا نازلة الشغل النهاردة الحكم النهائي، قال لي ملوش لازمة ان احنا نقعد نسمع ولا هنهتم، لان احنا عارفين الاحكام وعارفين ان حق ابونا هيبقى زي ما هو برضو، مش هناخد حكم كويس. انا معرفش مين اللي قتل عامر، واحد ولا اتنين ولا 7 ولا 10 ولا 8، انا معرفش مين بالظبط، معرفش العدد كام. ومش عامر بس، انا بتكلم على كل شهداء كرداسة. انا النهاردة الضباط بيعزوني، مش النهاردة كانوا بيفرحوني بالنطق بالحكم، النهاردة بيعزوني بيقول لي ما فيش قضاء وما تزعليش وحقه عند ربنا. اللهم صبرهم جميعا، كانوا ينتظرون قصاصا عادلا. المشاعر الفياضة والحزينة اللي تشعرك وكأنهم أمام عملية اغتيال ثانية لأبنائهم، على اعتبار أنه يعني شايفين أنه الحكم القضائي لم يحقق القصاص العادل اللي كانوا بيطمحوا إليه. وتاني وتالت أنا بقول إنه الحكم القضائي صدر وفقا للقضية التي قدمت بأوراقها بمستنداتها بأدلتها. القتل كان جماعيا، لأن هم أمهات وزوجات شهداء، فشافوا إزاي عملية القتل كانت جماعية بأعداد كبيرة. فلما يلاقوا انه في 20 فقط تم احالة اوراقهم لفضيلة المفتي، من حقهم ان ينزعجوا وان يغضبوا، على اعتبار انه شاهدوا مجموعة من القتلة والارهابيين بمجموعات كبيرة وباسلحة جيوش زي ما شفنا. يعني تم دك القسم اولا وتحطيمه وهده، وبعد كده عملية الاقتحام وعملية الذبح البشعة
في مشاهد لا يمكن أن ينساها كل صاحب ضمير. طيب، القصاص العادل صحيح لن يتحقق في ضوء وفي إطار ما تم تقديمه للمحكمة من مستندات وأدلة ومتهمين. هنشوف تعليقات أمهات وعائلات الشهداء، هم لهم الكلمة الأولى ويستحقون أن نستمع إليهم مهما كانت كلماتهم قاسية باتجاه الجميع. يعني لو أي واحد فينا فقد ابنه وشفته شباب زي الورد يعني، أو زوجة فقدت الزوج شباب زي الورد يعني، ذبحوا بشكل وحشي وهمجي، وبالتالي الناس كانت بتنتظر قصاصا عادلا يتناسب مع حجم المذبحة وحجم الجريمة التي ارتكبت. مدام فاطمة والدة الشهيد محمد فاروق، يا مدام فاطمة ربنا يصبرك من جديد، أنا شايف حالتك في التقرير والله ربنا يصبرك وعندك حق. أيوة يا أستاذ وائل، إزاي حضرتك؟ إزيك أنت؟ عندك حق في حالة الغضب بس إيه يا أستاذ وائل؟ يرضي مين؟ يرضي مين العدل؟ سيادتك بتقول يرضي مين؟ يرضي ربنا؟ ده مش هيرضي ربنا يا أستاذ وائل. سيادة المستشار ناجي شحاتة يا أستاذ وائل حكم ب 188 واحد إعدام، رجعوا تاني نقضوا، لما اتنقضوا قعدت تاني سنة ونص، 7 شوال اللي جاي ده يبقى 4 سنين يا أستاذ وائل، وأنا عايشة بأمل طار محمد. رغم النقض يعمل 20 نفر، 20 نفر دول بتوع مين؟ بتوع الاتنين اللي وقف؟ ولا محمد فاروق وهشام شتا يا أستاذ وائل؟ ولا عامر عبد المقصود؟ ولا مين في شهداء كرداسة يا أستاذ وائل اللي دخلوا عليهم بالأسلحة والأربيجية يا أستاذ وائل؟ قولي حد يطلع يكلمني يا أستاذ وائل ويفهمني مين. أنا بقول للمستشار ناجي منصور، ناجي شحاتة ما تحكمش في مصر عشان مصر ما بقاش فيها عدل. الكتاب بتوع مصر من فضلك يا مدام فاطمة، أنا الجميع يتفهم مشاعرك لأنه ما حدش هيحس باللي أنت حاساه، لكن أنا لسه بقول القاضي أمامه أوراق قضية بمستنداتها بأدلتها. والأولاني ما كانش قدامه قضية، اللي حكم ب 188 يا أستاذ وائل ده المسكر 400 واحد طلعوا منهم، اللي طلعوه فضلوا 188 منهم 30 هربانين، منهم 30 هربانين يا أستاذ وائل بقوا 156. وأنا في يقين إن القتلة الأساسيين لأنه ولا هنعرف نجيبهم، ده احنا بلد خايبة، ده احنا بلد ما فيهاش حد كويس، مش هنعرف نجيبهم، هربوا والتانيين هيهربوا ونطلعهم، والتانيين اللي هيسجنوا هيطلعوا حسن سلو سلوك. ابقى طلع استنى سالون يا سيادة الرئيس حسن سلو سلوك عشان سائد عامل ما حدش يا مدام فاطمة، ما حدش من الإرهابيين بيطلع يعني يطلعوا مصر بقى فيها ظلم. هقول لك حاجة يا أستاذ وائل عشان خاطري سيبنا الكلمة، أنا سايبك والله، ما أنا بقول لك يعني لكم الكلمة الأولى، ما فيش حد هيحس باللي أنت حاساه. ما حاسس باللي أنا فيه. أقول لك حاجة يا أستاذ وائل، أنا اتفضلي. الإخوان عرفوا القضاء بتاعنا، لو ما كانوش عرفوا يا استاذ وائل ما كانوش عملوا فرح وخطوبه في النائب هشام بركات. فين القاضي اللي كان قاعد بيحكم؟ كان حكم على الاقل للشرطه لموا الكلاب دول حطوهم في السجن 24 ساعه في الحجز. طيب انا بس انا مقدر، انا شايفك وانت بتكلمي صوره ابنك والله يعني بتقطعي القلوب يعني، وانت بتكلمي ابنك في صورته دين سنه اربي عمري كله أربي في محمد 27 سنة وجات أفرح بيه، بدل ما جواز ولف ولفته في الأرض وقعدت وصلته في الأمر يا أستاذ وائل، ومحدش عايز ياخد حقه منهم لله، حق محمد في رقبة كل مسؤولين مصر، في رقبة عدلي منصور، في رقبة الرئيس السيسي، في رقبة محمد إبراهيم، في رقبتهم كلهم. طيب وخليكي واثقه انه بتخليص البلد من كل الارهابيين هو ده القصاص الحقيقي يعني.
وان شاء الله هنطهر البلد من كل الارهابيين. يعني انا انت عندك حق، انت شفتي مذبحه جماعيه بترتكب، وبالتالي شفنا جيش من الارهابيين. فيعني لما بتشوف ان احاله اوراق 20 فقط، ده لا يشفي غليلكم. عندك حق يعني. وبكره كلهم يطلعوا، وهكلمك واقول لك شفت لا 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 كلهم شباب حلو، كلهم شباب حلو، ده عملوا فرح، ما كانوش عارفين القاضي، كانوا يعملوا فرح وخطوبه في الجلسه بتاعت المستشار هشام بركات. اكتر من كده، اكتر من كده ظلم وخيبه. القضاء بتاع بنات، قضاء لا بتاع يا مدام فاطمه، احنا لا والله لو تقول لي ايه يا استاذ وائل، انا بحترم رايك. انا والله واثق في قضائنا، انا بكلمك وبناقشك القضيه. ما انا شفت القضيه وشفت المذبحه. القضيه بما قدم فيها بهذا الشكل، القاضي يعني احنا بنقدم صوره للعالم كله حتى ان احنا بنحاكم الجميع بالعداله. يعني ده لكن القاضي هذا هو ما قدم اليه المحكمه، ده اللي موجود في القضيه. اللي انت شفتيه على مسرح الاحداث ده يخليكي في هذه الحاله، انه احنا شفنا مجموعات من القتله بشكل كبير بيهدموا الاسم، بيقتحموه، بيذبحوا، مجموعات كبيره يعني. خلينا نتمسك بالقضاء. فائل تتكلم. ما انا سايبك تفضلي واهدي اهدي يا مدام فاطمه. ان شاء الله هتبقى حتى الكلام يا استاذ وائل هتغلط، هتخرجوني بيه. لا اتفضلي. ليه كده؟ اتفضلي. مش مسامحه البلد كلها، مش مسامحه الناس كلها، مش مسامحه الاعلام كله لو ما يجيبش حق محمد، مش مسامحه كل القضاء. ربنا ينتقم من كل واحد ظالم، ربنا يزوقه من النار اللي انا فيها. طيب انا أنا 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 عايزك يا مدام فاطمة، إحنا لازم نحافظ على تماسكنا وقوتنا، أوعي يبقى عندك أنت قدمتي شهيدًا يعني، فبالتأكيد لا يمكن أبدًا إنه كلام يطلع منك يخدم بعض الجماعات الإرهابية تصيدوه يعني بهذا الشكل يعني. أنت قدمتي شهيدة، قدمتي أغلى ما عندك، وأنا واثق إن شاء الله إنه القصاص العادل هيتحقق في النهاية. خليكي واثقة في كده. مدام فاطمة، عشان بس أسمع منك تعليق أخير، اتفضلي. والله ما واثقة في حاجة يا أستاذ وائل. يا أستاذ وائل ماشي، ده حق ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي حد في البلد، والله الناس كل عمالة تتصل تقول لي حرام، ده حكم، ده فين حكم يا أستاذ وائل بتوع النهضة الشباب الضباط اللي ماتوا؟ لسه القضية ماشية، يلا هيقولوها إيه؟ دي مشاع. يا أستاذ وائل ده القلب كان مستخبي في المدرسة. يا أستاذ وائل حكمه حد من المدرسة؟ لا يا أستاذ وائل، خليني أنا مجنونة، خلي العقلين يتكلموا. والله أنت ست العقلين، أنت قدمتي أغلى شهيد، كل أم قدمت شهيدا. محمد فاروق، شوفوا يا جماعة صورة محمد فاروق، الشاب زي الورد، وما كانش موجود يعني. هو قال انه القسم اقتحم، كان ممكن ما يروحش على فكره، لكن يعني راح لكي لا يذهب للمكان الافضل. هو في مكان افضل يا مدام فاطمه. خلينا نثق في مؤسساتنا وفي قيادتنا وفي قضائنا، خلينا عند هذه الثقه. انت قدمتي اغلى ما عندك،